السلام عليكم، أتمنى أن تكونوا بخير وفي حالة جيدة. من الشاب الذي جعله الجن يبكي من شدة الخوف إلى الفتاة التي وجدت شيئا صادما عندما كانت تصور، سنقدم لكم في هذا الفيديو مشاهد لأشياء مرعبة صورتها الكاميرا بالصدفة، فلنبدأ على بركة الله. قبل أن نبدأ هذه الحلقة، أود أن أشير إلى أن كل المشاهد والمواضيع التي يتم عرضها في هذه القناة يتم أخذها من مواقع ومصادر موثوقة، وستجدونها كلها في وصف الفيديو إن أردتم التأكد، لكن تبقى إمكانية أن تكون هذه المشاهد غير حقيقية ومفبركة واردة. شكرا لكم. رقم 4. تخيل أن تكون لوحدك في المنزل وجالسا في غرفتك، وفي وقت متأخر من الليل فجأة تكتشف بأنك لست لوحدك في الغرفة، وبأن شيئا أو شخصا يراقبك من الخلف، فماذا ستكون ردة فعلك بصراحة؟ وهذا ما حصل بالضبط لفتاة تقول بأنها كانت لوحدها في المنزل وكانت تلتقط بعض صور السيلفي، وفجأة لاحظت ظهور شيء في خزنة الملابس الموجودة خلفها، فحملت الهاتف وصورت هذا تسجيل. فكما شاهدتم، فعندما استدارت الفتاة قامت قوة خفية بإسقاط المزهرية في الجهة المقابلة، وتقسم الفتاة بأنها رأت في الخزنة وجها يشبه شكله البشر، لكن ملامحه كانت مخيفة وشاحبة لحد كبير، وعندما استدارت اختفى في لمح البصر. فماذا قد يكون هذا الشيء برأيكم؟ شاركونا تفسيراتكم في تعليق. رقم 3. I'm not a bitch. At least I didn't think I was, but I'm starting to progressively become more scared. هذا الشاب مدمن بشكل كبير على شرب الخمر، ففي حسابه على تطبيق تيك توك ينشر فيديوهات له في الغرفة التي يسكن فيها وهو دائما في حالة سكر شديد، لكن مؤخرا اشتهرت فيديوهاته بشكل كبير، حيث بدأت تحصل له أشياء غريبة ومخيفة في المكان الذي يسكن فيها. ففي الأول عندما أخبر متتبعيه بأنه يرى أشياء تتحرك لوحدها لم يصدقوها، وقالوا بأن كثرة الشراب جعلته يقول ذلك، وهو كذلك لم يكن متأكدا من كلامها، لذلك قرر تصوير هذه الأشياء ونشرها على حسابها، وعندها تأكد بأن ما يحصل له كان حقيقيا وليس بتهيؤات. Am I tripping? You see that? Okay. Can you not do that, please? Yo, YOLO, what's good, bro? Bro, are you good, bro? You good, bro? I'm gonna take another shot, hold on. Okay, move that. Do you see that? What? ومنذ أن نشر هذه التسجيلات على حسابه بدأت هذه الأحداث تصير أكثر حدة، حيث بدأت تتكرر العديد من المرات في اليوم وبشكل واضح. Recording. I don't know if I'm okay with being here. I'm gonna end up leaving.
وقد ظهر هذا الشاب في آخر فيديو له وقد بدأ عليه الخوف الشديد وبدأ بالبكاء، وقال بأنه صار يشعر بالخوف الشديد ولم يعد يستطيع تحمل هذه الأشياء، حيث يعتقد بأن هذا المكان صار مسكونا بالجن. Didn't think I was, but I'm starting to progressively become more scared. فما رأيكم، هل ما يفعل هذه الأشياء وجن حقيقي كما يقال أم أن هناك سبب آخر؟ أتمنى أن تشاركونا تفسيراتكم في تعليق. رقم 2. يعود هذا الفيديو لشهر مارس من سنة 2020، وقد نشره شاب من المكسيك على حسابه في تطبيق تيك توك واشتهر بشكل واسع. ويظهر في التسجيل هذا الشاب يصور نفسه في غرفته وهو يرقص، وفجأة ظهر خلفه شيء مخيف لحد كبير، فلنشاهد التسجيل. شاهد الفيديو مرة أخرى ودقق النظر جيدا. فكما شاهدتم فلقد ظهر خلفه من تحت السرير وجه أسود مخيف يشبه شكله لامرأة، وعندما لاحظ الشاب ذلك بحث تحت السرير لكنه لم يجد أي أحد هناك. والسبب الذي جعل هذا الفيديو يحظى بهذا الاهتمام الكبير هو أن أغلب من شاهده اعتبره حقيقيا وليس مفبرك، حيث يقال بأنه لو كان ما ظهر تحت السرير هي ليست سوى فتاة كانت تمثل معها، فكيف إذا اختفت من تحت السرير في لمح البصر؟ وإن كان الفيديو مفبرك وليس سوى تمثيل، فإن هذا الشاب استطاع أن يفعل ذلك ببراعة كبيرة. فما رأيكم، هل فعلا ما ظهر في الفيديو قد يكون جنا يسكن في الغرفة كما يقال أم أن هذا الفيديو مفبرك وليس سوى تمثيل؟ أتمنى أن تشاركونا تفسيراتكم في تعليق. قبل أن نشاهد رقم 1، المرجو للاشتراك على حسابنا في الإنستغرام لتشاهدوا أشياء ومفاجآت عديدة. وإن كان يعجبكم هذا النوع من الفيديوهات فلا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد. شكرا لكم. رقم 1. I went bridesmaid shopping yesterday and I had on this dress and my sister is gonna wear this one, so I took this picture and I just فتاة لديها حساب على تطبيق تيك توك تنشر فيه فيديوهات عادية بشكل يومي تقريبا، وفي إحدى الأيام ذهبت هي وأختها لمحل لبيع الملابس وقد لبست فستانا يباع في المتجر وطلبت من أختها أن تلتقط لها صورة وهي تلبسها. وفي وقت لاحق وبينما كان يقومان بمشاهدة هذه الصورة وجدوا فيها شيئا غريبا، وقد قامت بنشرها على حسابها في تيك توك واشتهرت بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعي. I had on this dress and my sister is gonna wear this one, so I took this picture and I just sent it to her this morning and she responds saying, oh my god, that picture is possessed. Photo. Look at my face here. This is not a serious smile, but look at my face here. And now look at my reflection in the back. I'm sorry. I'm freaking out. That's possessed. That is the truth or dare smile. That, where are my teeth? That's not even the same. That is not the same smile. Is that? عند تدقيق النظر جيدا يمكنكم ملاحظة بأن الفتاة في الصورة كانت تبتسم بشكل واضح، لكن انعكاسها في المرآة كان مختلفا حيث لم تكن نفس النظرة ونفس الابتسامة، وقد وصف البعض ابتسامتها في المرآة بالمخيفة والشيطانية. Look at my reflection in the back. I'm sorry. What is that?
عندما انتشرت هذه الصورة اختلفت التفسيرات حول ما ظهر فيها، فهناك من يرى بأن هذا ليس سوى خلل في الكاميرا التي تصور، فيما يرى آخرون بأن هذا ما يسمى بالقرين، لكن يبقى الحكم الأخير لكم. أتمنى أن تشاركونا تفسيراتكم في تعليق. إذن كانت هذه بعض المشاهد لأشياء مرعبة صورتها الكاميرا. أتمنى أن يكون هذا الفيديو قد نال إعجابكم. دمتم في أمان الله وشكرا لكم.